ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يربي تلطف شوف شنو وقع السيارة بشاطئ الشمال لمدينة أكادير. علمت القناة بأن حريقا مهولا شب بشكل مفاجئ في سيارة خفيفة بشاطئ أغرود 2 شمال مدينة أكادير صبيحة اليوم السبت. وأوضحت مصادر القناة بأن الحريق المذكور تسبب في خسائر مادية جسيمة في المركبة دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. هذا ومباشرة بعد وقوع الحادث حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والقوات المساعدة، حيث فتحت تحقيقا في الحادث للكشف عن جميع الظروف وملابسات وخلفيات الواقعة.